بسم الله، إن شاء الله هنكمل شرح مبنى السكن اللي احنا نعمله. المرة اللي فاتت وقفنا عند عملنا اللي هو الشكل بتاعنا اللي هو تقسيم البلان المسقط الأفقي، وعملنا الشبابيك وعملنا الأبواب وعملنا الفتحة بتاعتنا وعملنا البلكونات وخدنا اللي هو الدايمنشن بتاعتنا. تقريبا كل حاجة اتعملت، وعملنا التكرار ازاي نعمل التكرار. زي ما انتوا شايفين دي احنا هنا عندنا في الدور الاول والثاني اللي هو دوت ودوت، دي يعتبر ارضي اول. في الارض الاول ما بيكونش فيه البروز، قمة البروز ديت بتكون مش موجودة في الارضي، فعشان كده احنا في الدورين دول الاثنين دول ان شاء الله هنلغي 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 وجود اللي هي البلكونات البروز ديت. ازاي احنا بنعملها وازاي بنعمل بقية الشغل بتاعنا ان شاء الله. بنيجي على الدور الارض بتاعنا الارضي الاول، بنقوم جايين هنا بنحدد نعمل نرسم لاين، يعني مثلا دي اخر، وإن شاء الله هنعمل الأعمدة والقواعد إن شاء الله. آدي مثلا دي حدود البيت بتاعنا، فالبروز ديت المفترض أنا بشيلها. بقوم جاي مثلا أنا ببساطة جدا بقوم جاي أنا أعمل عمودي، أو بعمل دراج للحيطة ديت وأعمل دراج للحيطة ديت. وبقوم ماسح اللي هي بعمل كنترول وامسح الزوايا ديت كنترول على اساس باجي بقى بمسح بقية الحوائط اللي ملهاش لازمة دي. اي حاجة برا الحدود الارض في الدور الاول ارضي والتاني ارضي بشيلهم. تمام، بعتبر انا كده اهم حاجة تمت. طيب تمام، دي الدور الأرضي هيكون المدخل من هنا، وهيكون هنا هيكون هنا محل هنا ومحل هنا، عشان دي شارع، لأن هنا في شارع، دي شارع رئيسي، دي شارع ودي جار ودي شارع رئيسي وضيفة. فالطبيعي ان هيكون هو هنا هيكون المدخل بتاعي. المدخل هيكون اي حد هيقوم طالع يطلع كده ويطلع السلالم بتاعته ويطلع للدور اللي فوق بعد كده. فهنا يبقى في محل وهنا محل، وهنا زي نظام شقة، شقة صغيرة كده، دي عبارة عن شقة صغيرة. ازاي احنا نعمل الشقة الصغيرة ديت؟ هنا يكون استقبال، استقبال هنا غرفة نوم، هنا مطبخ والحمام زي ما هما. تمام، باجي هنا بعمل امتداد، بقوم جاي هنا مثلا الاقي الحتة ديت واجي الغي الباب دوت. بعد كده بقوم جاي مظبط السلابة بتاعت ديت، بعيدا ان انا دلوقتي بقوم جاي لاغي اللي هي بقيت او ماسك النقطة ديت، واقوم جاي مفعل امر السبستراكت او الطرح، بقوم مطرحهم. تمام، انا هنا بعمل امتداد للحيطة ديت، بعمل لها الامتداد بتاعها، بقوم جاي هنا ماسك وأقوم عامل امتداد، أعمل ادجاست وأقوم جاي مسطرة هنا، بقوم جاي هنا أهوت وأعمل امتداد بتاعي وأمسك الشباك دوت بلغي. هنا يكون دي الشارع الرأسي بتاعي، هيكون هنا البابين دول بابين أو ماسكهم وعامل حوالهم لباب، لباب كبير 2 متر أو 3 متر، 3 متر، ويكون ارتفاعه 3 متر.
هيكون ارتفاعه 3 متر و2 من عشرة. هنشوف دلوقتي الارتفاع يكون محل كبير، انا عامله محل كبير اهوت، وعامل محل كبير ام جاي دوت. وطبعا الباب دوت صورته غلط، على العموم انا مش هتكلم في الباب دلوقتي، بس هلغي ام جاي هنا الجدار دوت اشيله، الجدار ده اشيله، لا مش اشيله بقى، انا هعمل ليه اللي هو أو ماس شيل الفتحة ديت وديت أشيلها، الجدار ده أشيله وأمد الجدار ده مع الجدار ده أمده وأشيل الفتحة ديت، لأن ديت مش فتحة بقى، لأن ودي المدخل بتاعي لا يطلع منه. هيكون كام؟ هنشوف الدايمنشن، نتك أول نقطة وتاني نقطة ونعمل دبل كليك أو دبل انتر، 2 متر و11، ماشي. في حالتين أنا عمال فضلت، طبعا نشوف ديت كده 5 متر و24، طب على كتير طبعا. لو عايز اكلم مدخل كبير شوية ممكن اكلم مدخل زي ما هو كده، اقدر اسيبه كده، ولو عاوز اكلم كبير اقدر اكلم كبير شوية، بس انا هخلي كبير لان التصميم كده المبدأ اصلا كده. نشوف هو هنا 3 متر 56 في 4 متر، يعني كويس يعني، ولو الكلام زي ما احنا طبعا بيكون استثمار كويس بالنسبة لصاحب البيت، إن يخلي المحلات أكبر ما يمكن، بحيث إنه بيستفيد في الإيجار بتاعه. محل المحل ده هيكون ارتفاعه حوالي 5 متر و5 متر، أو يعني يكون ارتفاع أكبر شوية. وهنا يكون معانا زي شقة صغيرة كده معانا، ويكون الباب بتاعه دي باب، هادي الباب بتاعه 2.2، أعمل له فليب، أعمل له انفيرس والغي ديت، عشان يبقى المدخل اللي يجي يطلع كده للدور الأولاني. الدور الثاني طبعا باقي بقى الحاجات اللي ملهاش لازمة ديت، تمام. بقوم جاي اعمل الدايمنشن، اظبط الدايمنشن بس اللي اعمله كده، تمام الصافي. هكون عرض المدخل 2 متر معايا، هنعمل الأبواب أنا هخلي ارتفاع الدور دوت 3 متر، يعني يبقى الصافي يعني 3 متر 20 3 متر 3 متر 20، يبقى ده الصافي بتاعي. أقول لك لا 3 متر 40، كلام 3 متر دي تقريبا يعني.
باجي انا هنا اعمل باب بعرض 2 متر بارتفاع، يكون ارتفاع كبير شوية، يكون ارتفاع 4 متر. في شوية ملاحظ مهمة، طبعا الدور الأرضي دوت مش طبعا طبقا للتصميم المهندس اللي مصمم القطع ديت، أنا بس عامل من دماغي الحتة ديت. تمام، أنا جاي ساحب اللي هو الدايمنشن دوت. تمام، هيكون هعمل هنا الباب، هعمل باب جراج، هعمله بارتفاع بعرض 3 متر وبارتفاع 5 متر معايا لغاية لما نشوف. دي باب جراج. تمام، في حاجات بقى ملاحظة مهمة، إن ارتفاع الجراج دوت هيكون الدور التاني. بمسك الحيطة ديت مع الحيطة ديت، نشرح ازاي الحيطة ديت. طيب تمام، باجي هنا في الدور التاني بلغي الدور دوت، بحذفه، بقوم واخد ديت لها كوبي لأن تقريبا بيكون نفس التفصيل، بعمل لها كوبي. دي طريقة، وبعمل لها بيست. دي طريقة، وبعمل لها بيست عادي. وباجي هنا بقوم اعمل ام اي كليك في هنا وخلاص، او في طريقة تانية بقوم جاي واقف هنا اعمل كليك يمين واعمل اديت واقول له اعمل لي اشتغل لي، بقوم كوبي واعمل لي كوبي من الدور الاول ارضي الاول اللي جات في الدور الارضي الثاني، واعمل له كوبي، اعمل له كوبي اهوت. طبعا المشكلة اللي هتقابلنا هنيجي نشوف في 3D، هو دي المشكلة بقى اللي هتقابلنا، ان انا عاوز ارتفاع اللي احنا لاحظنا ان ارتفاع الشباك، ارتفاع اللي هو الجراج 5 متر، وهو عامل لي هنا كوبي. المفترض انا الجدار بتاعي مش عارف يفتح الفتحة بتاعتي ديت، عشان اخلي الجدار يفتح الفتحة ديت لازما يكون الجدار بتاع ده هو طالع من اساسه لغاية فوق. يعني انا اجي دلوقتي احذف الجدار ده، واجي احذف الجدار ده كمان، واجي هنا باجي الجدار ده مع الجدار دوت، ونفس الكلام مع الجدار دوت، باجي انا احذف الجدار ده. باجي احذف الجدار ده، تمام، باجي امسك الجدار ده مع الجدار دوت مع الجدار ده، واجي اقول له اعملها لي الدور التاني للدور اول علوي، هيقول لي 6 متر 60، وحذف لي 2 من 10، بحيث ان هو ملمس السقف، يلمس بقمة السقف بس. وطبعا دلوقتي هتقابلنا مشكلة مشكلة السقف دوت ازاي احنا نطرحها. بنقوم جايين على الدور التاني، نقوم جايين هنا حاسفين اللي هي الحتة اللي هي بالظبط ديت كده، حذفنا ديت. هنيجي نشوف في 3D شغل كده، حذفناها. طبعا لما نخلص هنشطب فاضل الحتة ديت، هنيجي نشوف هنفتحها، نفتح الباب، نعمل دور سيليكشن، ونقوم جايين من الدور هنا، ونقوم جايين على الاوبن الاوبننج، ونقوم قايل له اعمل لي 3D اوبننج، افتحها لي بزاوية 90،
وافتحها لي. هنا بقى المشكلة ان هو لما انت تدخل كده بتقابل المشكلة ديت. باجي انا دلوقتي بحذف اللي هو السقف دلوقتي، باجي في الدور التاني باجي اقول له احذف لي الحتة ديت من اول هنا، تقريبا انا جيت شوف 3D شغل. ادي الحتة طبعا. طب فينا مشكلة اللي هو الجدار دوت، باجي انا بحذف الجدار دوت واقول له اعمل لي الجدار دوت وصله لفوق. نفس الكلام باجي الجدار دوت واقول له وول اعمله لي لغاية الدور التاني الاول علوي عشان ما يحصلش التطريحة ديت. نفس الكلام مع الجدران دول، او ان انا باجي امسك الجدران دول طبعا لسه هنكمل الحتة ديت، وامسك الجدار دي كمان باجي بقول له هنا، باجي هنا بقول له لا ما تحطش لي اللي هو -2 على اساس ان ما فيش هنا سقف، بقول له اعمل ده 0 عشان يوصل التوصيلة ديت. فينا نيجي نشوف أول علوي، باقي أنا وأم جاي مدخل دي هنا أساس ما يظهرش أي عيب. طب باقي أنا طبعا لازم نوصل الجدار دلوقتي، يبقى الجدار دي مع الجدار ده لازم نوصله مع بعض. ممكن أوصله من هنا، أم جاي ماسك الجدار دول مع بعض وأقول له اعمل لي التقاطع بتاعهم، وأجي هنا بعمل الوصلة ديت في الدور الأول اللي هو بتاع السلالم، باجي أعمله وصلة كلتها عوض تمام كده. الباب بتاعي عوض اللي بيطلع بيطلع دي الشقة الأولانية، بيكون شقة صغيرة. اللي بيطلع بيطلع من هنا، بيطلع بيكمل السلاح، بيطلع بقى يكمل. طبعا هنا نقعد بقى نظبط الشبابيك بتاع المنور دوت، نقعد بقى نظبطه لغاية لما يكون مظبوط خالص. طبعا لو عايزين نجيب أبواب تانية غير الأبواب ديت نقدر نعمل الأبواب أفضل من ديت بأشكال طبعا أحسن. ولسه هنعمل شوية ديكورات للأشكال هنا، ولسه هنعمل الشبابيك بتاعتنا. طبعا فينا سلالم، وهنا إن أي حد يقوم طالع إن أي حد يقوم طالع السلالم من هنا بيقوم جاي داخل الشقة الصغيرة ديت. في الشقة ديت بيبقى لها كوبستة، أنا بشرح بالتفصيل. بقى لها كوبستة على أساس إن مفيش حد يعني يقع وكده. ممكن أرسمها وأنا واقف كده اهوت اهوت. طبعا المشكلة هتظهر معانا. انا هنا بقول له هنا 0 واقول له هنا اعمل لي نو لينكد، اعملها لي ب1 متر بس اقول له اوكي تمام. ادي 1 متر او 1 متر بتاعنا بحيث ان مفيش حد يقع اهوت. اتعملت طبعا. بيكون الأب المدخل دايما بيكون في فتح هنا كمان عشان ينور للمنور بتاعنا. فاحنا ممكن عن طريق ان احنا بنيجي هنا في الدور دوت بنفصل الجدار ده عن الجدار دوت باستخدام امر السبريت او اللي بنسميه البلطة. باجي هنا اقدر ان انا اخليه مثلا بارتفاع، اسيب مثلا اقول له لا سيب لي 2 متر، لا هو طلع 2 متر، أو لا أعمل لي سالب 2 متر، أو عشان هنا يبقى في فتحة. طبعا هنظبط الشكل دوت، لسه هنظبط الأشكال هنا. عاوزين نعمل هنا شباك، نقدر نعمل هنا شباك بأي ارتفاع احنا عاوزينه. لا هنقول له مثلا يطلع لنا 2 متر براحتنا يعني، مثلا شباك هنا نفترض يعني
شباك هنا كمان، نقدر نعمل أي شكل احنا عاوزينه يعني. لسه نعمل الأشكال دي، الشقة الصغيرة اللي فوق. طبعا مفيش، طبعا مفيش هنا أبواب على لا يطلع يقع، وأقدر أغير الاتنين دول مع بعض، أمسكهم كده وأقدر أغيرهم بقفلهم في النص. بعمل اللي هو الموف دوت كده، ممكن أقدر أكبرهم بس أنا هعمله موف، نعمله دراج هنا اهوت الاتنين مع بعض. بمسك الشباك دي مع الشباك دوت واعمل لهم الدراج بتاعهم بحيث ان هما يظبطوا الاستقامة بتاعتهم على نفس الخط الواحد. تمام، لسه هنظبط بقية الاشكال تاني كده. اعتبر الشكل تقريبا بنسبة 95% من اللي من المنشأ خلص. لسه نعمل شوية اشكال الزخرفة، شوية زخرفة. ممكن انا هنا دلوقتي باجي انا ممكن ارجع بالشكل دوت او بسيب ما هو يعني. طبعا انا هنا دلوقتي فاضل هنا بيبقى في سلالم، هنا سلالم صغيرة حوالي 60 سنتي، بطلع بسلالم، بقى في سلالم هنا وسلالم هنا وسلالم هنا، اقدر اعملهم. باجي انا بعمل سلالم صغيرة قال له بارتفاع 6 من 10، ستير تمام. بقى جينا بقى بظبط اوكي، بس بعمله بمنسوب سالب، سالب 6 من 10، سالب 6 من 10 اوكي. باجي انا اعمل السلام برضو واعمل له بس روتيت. فبنحرك معانا السلم دوت، نعمل له كوبي دراج وكوبي كنترول، نيجي نشوف 3D اهوت تمام كده تقريبا مظبوطة. لو عايزين نعدل في الارتفاع الأيمة والنايمة بنقدر نمسكها ونعمل كليك يمين وستير، نخش على الستير هنا، نخش على البرامتر هنا ونقوم جايين فلاي. نقدر نغير هو في السمك، وفي طبعا هو بقول ان اللور والثيكنس مش عارف الناس تقدر تغير في الابعاد بتاعته والثيكنس بتاعه. انا اقول له مثلا 0.15 واقول له اللور سلاب والكلام دوت، اقدر اغيره في لايت والهوريزونتال بيم ومش عارف ايه الكلام دوت. هنا عاوز الارتفاع قد ايه، اقول له لا كم كده 0.15 تمام اوكي. نلاحظ التغيير ازاي، هنيجي نعدل التعديل دوت بقى كده احسن يعني. الشكل نغيره كده نشوفه 3D اوت كده بقى احسن. هنقدر نعمل لها اعادة كوبي تاني، مفترض في الكلام ده بيكون في البداية نفس الكلام دوت. مع الوقت نغير فيه كليك يمين، باجي هنا بقول له لا 0.15 اللي هو سمك السلابة، وباجي هنا بقول له سمك الدرجة بيكون 0.15 اوكي كده اهوت ظبط الدرجة بتاعتي تمام. ظبط الدرجة بتاعتي بقت مريحة. عاوزين نغير الكوبستة ديت، نقدر نغير اللي هو الكوبستة بتاعت شكلها. باجي هنا بقول له الكاستم سيتنج، وقوم جاي هنا قال له الريل، اقدر اغير الشكل اللي موجود من الاشكال اللي موجودة هنا مثلا للشكل دوت مثلا اهيت، او طبعا الشكل ده مش حلو،
اقدر اخلي مثلا بالشكل ده يعني. لا دي مش حلو برضو. بقدر مثلا اغير بالشكل ده، ماشي دي معقول. اجين دريل قوم جايينك مثلا لي خلي مثلا مثلا خلي بالشكل دوت. اوكي لا غيره. تمام كده تقريبا يعني على حد ما مظبوط تقريبا. باجي هنا لو عاوز اعمل بقية الاشكال بتاعتي، اعمل مثلا اعمل مش، اقول له امر المش هنا واقول له في 5. طبعا هنا لازم انزله بالمنسوب اللي انا كنت عامله منسوب الارضية، بقول له انزل لي بمنسوب سالب 6 من 10 على اساس يبقى البطن ايات، او ممكن اقول له انزل لي بسالب مثلا 8 من 10 او اي حاجة من الحاجات دي. اه تقريبا كده المنشأ الى حد ما بقى مظبوط الى حد ما. وطبعا واضح ان هنا لازم هقول له هنا السلابة بتاعتي انزل بقى ب6 من 10 مش ب4 من 10 عشان يلمس اهوت، عشان يوضح الفرق دلوقتي في المناسيب. تمام ده يعتبر شكل مبدئي. طب انا دلوقتي عايز اطرح الجزء دوت، بقوم جاي مطرح اهوت، بقوم جاي هنا مطرح الشكل دوت كله، واجي هنا او عامل نقطة جديدة او عامل هنا insert node واعمل insert node اهوت. اوكي ريت الشكل ظبط معايا. لو عاوز اعمل بقى الاعمدة هعمل اعرف اعمل العملية بتاعتي، بس على العموم انا عملت اهم حاجة دلوقتي اهوت. نيجي نشوف النقاط بتاعتنا. لو انا عايز دلوقتي طبعا بعيد، انا لسه عامل شوية ديكورات بس انا عايز اوريك حاجات مهمة. عايز دلوقتي اعمل مقاطع، يعني انا دلوقتي عندي عاوز اعمل مقطع، عايز اشوف المقاطع الاساسية اللي عندي، عايز اعمل اي مقطع عندي. بقوم جاي انا بعمل اللي هو دوكمنت، واقوم جاي من السكشن، عايز اعمل سكشن مثلا للفرونت، مثلا للواجهة الامامية، واعمل هنا مقطع هنا، وعاوز اعمل مقطع هنا كمان، وعاوز اعمل مقطع للسلالم مثلا، ومقطع هنا كمان للسلالم. تقريبا ده كله مقطع. بقى ماسك المقطع وعمل كليك يمين وعمل اوبن اهوت، جاب لي المقطع اهوت مرسوم في المناسيب بتاعتي اهوت كل حاجة عنه. باجي عند السكشن التاني، عاوز اكتب اعدل في الاسم بتاعه، اعمل كليك يمين واعمل رينيم بتاعه، رينيم سكشن، اقدر اغير الاسم بتاعه اللي عاوزه. ادي السكشن التاني وادي المناسيب بتاعتي كمان. عاوز اعمل تعديل، اقدر اعمل في الليفل، اقدر اعدل في ليفل الحاجات ديت السكشن التاني اهوت. دي السكشن التاني اللي احنا كنا واخدينه. السكشن التالت اهوت دي بتاع سلالم. السكشن الرابع لسه بقى نظبط شوية حاجات مهمة.
زي مثلا احنا مفترض بيبقى عندنا مثلا في ناس سيراميك، في عندنا تخفيف، في عندنا دهان، والحائط نفس الكلام، بس انا بعمل الشكل مبدئي. بقى التفصيل ان شاء الله هنتكلم عنها ان شاء الله. طب انا دلوقتي عايز اعمل ديتيلز لل اخد مثلا قطع من دوت، حته من ديت اللي تقطع السقف مع الحيطه. ازاي انا اعمل لها ديتيلز؟ بقوم جاي هنا بقوم اعمل ديتيل، اقوم عامل الحته ديت واقول له خلاص اوكي انا خدت اقول له الحته ديت الديتيلز بتاعتي، او ادي بيعمل لي لها ديتيلز. اعمل مثلا المقطع دوت عامل لي ديتيلز، نقوم جايين على الديتيلز هنا اهوت، بيوريني شكل المقطع اللي انا واخده اهوت. المقطع بالله بركز على حتة معينة واقوم واخد على القطع بتاعي دي، لو انا عاوز يعني في اي حاجة في الباب، عاوز مثلا اعمل ديتيلز للحتة ديت اللي انا اقول له ان انا عاوز يكون الديتيلز ده اعرفه في جنب لوحده اهوت، دي اقدر. تشينج، بنشوف ال تشينج اوكي. على المهم دي الشكل اللي عامل للشغل بتاعنا. طب انا دلوقتي عاوز اعمل مقطع للشكل بتاعي العام دوت، ازاي بعمل له انا مقطع ب 3 دي؟ بقوم جاي هنا على 3 كات، وقوم جاي هنا كنسل، بقوم جاي هنا مفعل اللي هو الخاصية بتاعتي، بقوم جاي مفعلها هي بقت علامة زرقاء. بقوم جاي مثلا ماسك اللي هي ديت المقطع دوت اهوت، واقول له خلاص فاينل اهوت. ده المقطع بتاعي لو عايز اعمل مقطع 3D. عايز اعمل كمان مقطع هنا، اقوم اعمل مقطع اهوت 3D كمان اهوت. دي لو عاوزين ساعات بنحتاج المقاطع ديت في الشغل بتاعنا اهوت، زي ما احنا شايفين دي المقاطع بتاعتنا. اقدر بلغيه ان انا بتك كده بيرجع كل حاجة زي ما هي، لو ديت مش مفعلة او متفعلة تمام. طب انا دلوقتي عايز احسب الكميات بتاع الحوائط، واحسب الكميات بتاع المنشأ بتاع دوت. بون جاي هنا اقوم داخل على الكومن الكومبوننتس من سكيدول، واخش على الاليمنت واخش على كومبوننتس لايرز. بيقول لي هنا ان انا عندي اللاير استراكشر على حسب اللاير هنا كومبوننت الماده المصنوعه، بيجيب لي هنا السلابات كلها، بيجيب لي التفاصيل بتاعتها والكومبوننت لو عندي باين مناش قوي على الدور، بيجيب كل ابعاد الدور الموجوده عندي ويجيب التفاصيل بتاعتها. بيقول الدور الأرش دور توب مش عارف ايه، وأبعاده 2 × 2.8 والستيل اللي هو الجلسة بتاعته كام، والارتفاع بتاعه كام، بيقول لك منهم 5، ونفس الدور بيقول منهم 10 على المستوى كله، وأنواع الدور دوت من النوع دوت كام والنوع دوت كام. بيقعد يكمل لغاية لما نشوف كل الأبواب كلها بالتفصيل بتاعتها والشكل بتاعه. لو في اوبجكت مفيش الاوبجكت اللي هو الستير، بيقول لك الارتفاع والطول بتاعه قد ايه، والحاجات دي التفاصيل بقى التفاصيل. الوول ليست بيجيب لك اللي هو كل حاجه عن الجدران، الويندو كمان بيجيب لك تفاصيل الجدار هنا في السكيدول. زي ما احنا اتكلمنا انا بيجيب على حسب المادة اللي انت اخترتها. هنا بيجيب لك بيقول لك عندك سلاب، بيقول لك السلاب اللي في عندك نوعين، في سلاب
سمك 2 من 10، وفي سلاب عند سمك 6 من 10 اللي هو الأرضية. فبقول لك ده حجمه كذا وده حجمه كذا. بقول لك عندك عندك أنواع كتير من الجدران، فبيجيب لك التفاصيل بتاعت السمك بتاعت 13، وبيقول لك الحجم بتاعه كذا. بيجيب لك هنا الكومبوننتس كله، يعني بيجيب لك العنصر عندك، بيقول لك المادة اللي مصنوع منها، الحيطة كام وحجمها قد ايه، ودي السلاب بتاعي، بيجيب لك التوتر كلاته بحيث ان انت. طب انا دلوقتي عندي تخفيق، عندك الكلام ده ازاي انا بعمل الكلام دوت؟ يعني انا ده عندي تخفيق، او عندي ان شاء الله في الاخر هنتكلم عن القواعد والكلام ده. انا اكتفي بكده، المرة الجاية المرة الجاية نتكلم عن التفاصيل التانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.